السلام عليكم. السلام عليكم إخوانا. في بعض الناس اللي قالوا لي شو وضع عبير موسي. عبير موسي طبعا كارت محروق. عبير موسي طبعا كارت محروق لأنه الإمارات اللي بنفس حركته. سيف الدين مخلوف فكر إنه شوي إذا زاحم أنظار أو إذا مسكوب ليصير بطل شعبي أو نيلسون مانديلا. راشد الخياري مع التسريبات عطينا إياهم والكل بيعلم إن أنا أعطيته أغلبية التسريبات لأنه في ماليزيا أما إحنا كنا بتحين الشركة الذباب الأزرق وكنا الذباب الإلكتروني كان البني آدم اللي يدفع فلوس ياخد كثير من التسجيلات. وطبعا كثير شككوا بتسجيلاتنا وقالوا إنه تسجيلات مفبركة لا حقيقية ولكن انصاصها. أغلبية التسجيلات اللي بيوم عم بتسلوا فينا رجال أعمال تونسيين بتواصلوا معنا عبر صفحات بيخلوا تعليقات مع أرقام تليفونات في اليوتيوب بكورونا أنظمة. بعض بطلبوا إنه نتواصل معهم بدهم يشتروا كتير معلومات عن بعض. أصبحنا الآن في عصر المعلومات. كل المعلومات اللي بيمتلكها هي معلومات هي كسلاح. المعلومات هي سلاح يمتلكه واحد ضد الآخر. فالكل بده معلومات وبده يدفع حقها ومش مهم. في منهم دفعوا لنا 70,000 بس برمضان عشان ما نضيع شو خططوا ضد التبيني واخذناه 70,000 والفيديو عطناهم اياه ولكن اكتشفنا انه في كمان فيديو وفي عالم دفع 150,000 دولار اللي هم تابعين للغنوشي برضو عشان ما نبث كتير اشياء. في جماعة كمال طيب بس كمال طيب ما إلنا تواصل معه دفعوا لنا فلوس عن طريق ناس في ماليزيا عشان ما نبث اي اصوات بينه وبين الاستعلامات. احنا كصحافي وكاعلام وكبير استراتيجي المعلومات قيمة والمعلومات هي اصلا ثمنها ذهب. والناس بيقولوا لك انت بتبيع ضميركم. لا ما بيبيع ضميرنا. في معلومات المعلومات لها ثمن. ما في شيء ببلاش وبنقدر نبث اللي ما بدنا اياه. اما مثل شركة ويكيليكس لما تشتري معلومات تدفع عليها مئات الالاف الدولارات في صندوق خاص لويكيليكس لتسريبات اي مستعدات اي اصوات. فلحد اليوم احنا بس بنسرب الكلام ما بثناش. تيجي تبث يقول قريبا نبث بيجي قريبا بيدفعوا فلوس ما تبثوش اعطونا المعلومات او امحوها او كتموا عليها. ولكن كل شيء بعود بيطلع لانه دائما هذه حرب معلومات. اللي بيدفع اكثر بياخذ معلومات عن عدوه وهيك هو بيكون اقوى. هذه حرب المعلومات قوية جدا. شكرا لكم.